السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب المرحلة الثانية مع مختبر في الصيدلة الفيزيائية لاب 6 بفر سوليوشن. محدثتكم مدرس زينة داود بالاشتراك مع مدرس مساعد هبة صباح. In the beginning, we can define buffers. Buffers are components or mixture of components that by their presence in solution resist changes in pH upon the addition of small quantities of acid or alkali. تعريف البفر هي محلول يتألف من عدة من المواد إلى قابلية أنه يقاوم أي تغير بالـ pH بعد إضافة small quantity كمية قليلة من strong acid or base. نخلي بالنا هاي الملاحظة، يقاوم تغير بالـ pH بإضافة small quantities، يعني مو كمية كبيرة، لأ small quantity of strong acid or base. Buffer action, the resistance to change in pH. القابلية مع البفر إنه يقاوم التغير بالـ pH تسمى buffer action. Now, what is buffer? A combination of a weak acid and its conjugate base, يعني its salt. أو البفر هو weak base and its conjugate acid. يعني البفر أما يتكون من weak acid و its salt وملحة، أو يتألف من weak base وملحة. رح نجي على مثال على weak acid و its salt. Consider a buffer solution that include of a weak acid and its salt such as acetate buffer. من الأنواع المهمة والكمان هو الأسيتيت بفر. الأسيتيت بفر من منو يتكون؟ من الأسيتيك أسيد والبوتاسيوم أسيتيت أو ملح الأسيتيت، بوتاسيوم أو صوديوم etc. فلو نجي على هذا المثال، الأسيتيت بفر CH3COOH الأسيتيك أسيد، طبعا بالأكويوس سوليوشن حيث أعني من incomplete dissociation، يعطيني الهيدرونيوم أيون H3O بلس CH3COO الأسيتيت أيون، زائدا راح يحتوي أيضا على الملح مالته اللي هو CH3COOK البوتاسيوم أسيتيت اللي يعاني بالأكويوس سوليوشن من الكومبليت ديسوسيشن، ويعطينا البوتاسيوم أيون أند أسيتيت أيون. أسيتيت أيون هنا هو كمان أيون. How can you differentiate between buffer system and non-buffer system? أنا عندي solution وما أعرف مكوناته، شلون أعرف إنه هذا buffer أو مو buffer؟ أو عندي مثلاً solution وما أعرف هذا، يعني حتى إذا أعرف مكونات بس ما أعرف هذا يتصرف كبفر أو لا. خلينا نسوي examples، نعطي examples. If 1 mol of 0.1 normal HCl solution is added to 100 mol of pure water, the pH is reduced from 7 to 3. إذا جبنا 100 mol من ال distilled water أو من ال pure water، ال pH مالته احنا نعرفه هو neutral 7، وإذا ضفنا 1 mol only 1 mol يعني small quantity من 0.1 normal HCl، ضفنا small quantity من acid إلى ال water، راح نشوف إنه ال pH راح يقل من 7 to 3 يعني 4 units قل. يعني هذا 4 units قل معناه انه ماكو resistance للتشنج، اكو تغير، اذا الwater is not buffer. نجي على example ثاني. When strong acid is added to 0.01 molar solution containing equal quantities of acetic acid and sodium acetate, the pH change only by 0.09 units. لو جبنا البفر سوليوشن يحتوي على كميات متساوية من الـ equal quantity من الأسيتيك أسيد أو صوديوم أسيتيت،
يعني حامض ضعيف وملح الحامض هو بفر. فشافوا انهم يخلون كمية قليلة من الاسيد تشينج بالبي اتش اونلي 0.01، يعني اقل من الواحد، معناها انه اكو بفر اكشن، اكو ريزيستنس لتشينج، ما تغير بكميات او وحدات عاد، يعني مثل المي تقريبا 4 وحدات، لا هنا تغير جدا طفيف، معناها عنده بفر اكشن. Because the base acetate buffer ties up the hydrogen ion according to the following equation. الacetate زائد الهيدرونيوم راح يعطينا acetic acid and water. To illustrate the way that buffer resist pH change, let's take acetate buffer as example. راح نتكلم بالتفصيل شلون البفر يقدر يقاوم ال change بعد ما إضافة acid أو base. هنا عندي acetate buffer ال HAC acetic acid بالماء زائد الموتر incomplete dissociation تفاعل عكسي يعطينا acetate ion and hydronium ion H3O. الملح مالته الصوديوم acetate من بالأكوياس ميديا راح يصير بـ complete dissociation ويعطيني الأسيتيت أيون and sodium أيون. هذا هو buffer، الأسيتيت buffer. If strong acid added إلى الأسيتيت buffer، عادة من نضيف acid إلى solution aqueous solution، شو راح يعطينا librate ال H، فبالتالي راح يزداد ال H3O بال solution. من يزداد ال H3O او بالسوليوشن مثل ما تشوفون بالمعادله، فبالتالي ايش راح يصير؟ المعادله هي هاي incomplete dissociation باتجاههم، من هنا الكميه ال H3O يزداد، shift the equation to the left، راح تتجه الى اللفت، انه ال H3O راح يتفاعل ويا الاسيتيت وراح يصير ب shift المعادله to the left، فبالتالي راح الاضافه هاي او الهيدرونيوم ايون الزايد راح يصير يتعادل وترجع البي اتش تقريبا نفس البي اتش، يعني اي زياده يحاول يعادلها راسا يحاول يتفاعل ويا هذا الايون اللايبريت ويرجع الى الوضع الطبيعي. هي هاي البفر اكشن، وشفنا بالاسيد من ضفناه راسا من تحرر الاتش 3 او راسا اتفاعل ويا الاسيتيت ايون وشفت الإكويجن to the left. فما يصير تأثير، يعني تأثير جدا طفيف في البي اتش. ونفس الشيء لو ضفت قاعدة strong base added، نعرف البيس من نضيفه للسوليوشن مثلا KOH NaOH بالأكويوس سوليوشن شنو راح يصير؟ Librate OH ايون. فمن يصير ال OH ايون concentration مالته عالي بالسوليوشن، البفر يحاول انه يعادل ال OH الموجود بالبفر، ف shift equation to the حيصير ب shift equation to the left to the right، راح equation تتجه الى الرايت. ليش؟ لانه ال OH ايون شلون نتخلص منه؟ هذا ال OH كميه كبيره راح يتفاعل ويا ال H3O ويعطينا مي. من يتفاعل ويا H3O، ال H3O التركيز هنا راح يقل، فالبفر يحاول يرجع الى وضعه الطبيعي، فبالتالي المعادله راح تتجه الى الرايت سايد. راح ناخذ example ثاني. When strong base such as KOH is added to the buffer system. هذا البفر سيستم CH3COH الأسيتيت نفس الشيء incomplete dissociation هيدرونيوم أيون زائد أسيتيت أيون والإت سولت هو البوتاسيوم أسيتيت أيضا أنا من incomplete dissociation أعطاني بوتاسيوم أيون والأسيتيت أيون. هذا بفر سيستم. بالمثال يقول إذا ضفنا كمية قليلة، طبعا إحنا دائما اتفقنا إنه small quantity، ضفنا small quantity of strong base. Strong base هو KOH. ال KOH مجرد أضيفه إلى aqueous solution يتحلل يعطيني ال OH ion and potassium ion.
الـ OH ايون من يجي بالسوليوشن البفر يحاول يتخلص من هاي الزيادة. فش راح يسوي؟ الـ OH راح يتفاعل ويا الهيدرونيوم ايون. The added OH ايون react with the H3O ايون حينتج لنا form H2O. بس الـ H3O راح يدكريز الـ concentration مالته. فبالتالي shift the equation to the right and more CH3COO is formed. إذا في حالة إضافة القاعدة راح يتجه إلى الـ right. في حالة إضافة الأسيد راح يتجه إلى الـ left. هنا أنا راح نتكلم عن البفر إكويجن. عندي two buffer equation. واحدة للويك أسيد and its salt. pH يساوينا pKa plus log salt over acid. And for weak base and its salt, pH يساوينا pKw اللي هي تساوينا 14 ناقصا pKb زائدا log base over salt. هاي المعادلات جدا مهمة للويك أسيد والملح مالته والويك بيس والملح مالته. بعد ما عرفنا البفر وعرفنا البفر أكشن، عرفنا شلون يصير ريزيستنس وعرفنا إنه شلون البي اتش ما تتغير، راح نتكلم هسه عن البي اتش إنديكيتر. How we can measure the pH of the solution حتى نعرف إنه هذا السوليوشن مالتي هو أسيد أو ممكن نستخدم الـ pH indicators. pH indicators, the pH of the buffer solution can be measured by two type of indicators. Number one, the calorimetric method اللي هي subdivide A, chemical indicator, B, paper indicator. And type two هو electrometric method, pH meter. pH indicator عندي نوعين. Calorimetric method من اسمها تعتمد على اللون، والإلكترومتريك method pH meter هو جهاز إلكتروني عن طريقه نستطيع نعرف البفر الـ pH مالته، القراءة تطلع لي مباشرة. الكالوريمتريك method الكيميكال indicator النوع الأول may be considered as weak acid or weak base that act like buffers and also exhibit color changes as their degree of dissociation varies with pH. الكيميكال indicator الشغل مالته like buffers مثل البفر، راح يتغير اللون مالته حسب ال pH of the solution. وهواي نستخدمه مثلا في نوفثالين انديكيتر، نخليه مثلا بالتايتريشن، نخليه ويا السوليوشن ونسوي تايتريشن مثلا NaOH، من يصير الميديا قاعدي راح نشوف تغير باللون. وطبعا هواي اكو امثله من الكيميكال انديكيتر. فور اكزامبل امثله على الكيميكال انديكيتر، ميثيل ريد شو اتس فول الكالين كلر يلو ات بي اتش اباوت 6 and its full acidic color red at about pH 3. احنا قلنا طريقة الكالوريمتريك ميثود الكيميكال انديكيتر بالاعتماد على اللون. فمثلا الميثيل ريد انديكيتر من اخليه بال بيسك سوليوشن او الكالاين سوليوشن حيعطيني لون يلو about pH 6. وإذا كان السوليوشن مالتي أسيد راح نشوف إنه اللون مال الإنديكيتر ريد about pH 3. Range and color changes of some common acid base indicators. هنا بهاي pictures أكو عدة indicators ولي فوق أكو pH scale. فلو نجي على أول نوع الميثيل أورانج راح نشوف انه اكو تدرجات بالالوان، قلنا هي كيميكال انديكيتر تعتمد على الكالوريمتريك ميثود، يعني نعتمد على اللون حتى نعرف البي اتش.
في المثل الأورانج راح نشوف إنه الكلر مالته من الريد يتدرج إلى اليلو بالاعتماد على السكيل. إذا بروح اللي فوق نشوف مثلا بالريد تقريبا 1 2 بعدين يبدي يصير على صفار أورانج وبعدين يصير يلو. المثل ريد أيضا ريد تو يلو. أيضا في نوع ثاني من الكلرلس ويتحول إلى بينك ريد. إذا كل chemical indicator راح نشوف كل لون مقابل درجة pH. فإحنا يكون مثلا عندنا تغير اللون مع solution صار لونه على صفار أو لون برتقالي، نجي إلى هذا السكيل نشوف هاي الدرجة على إيش قد المقياس مالتها فنعرف ال pH مال solution قيمته. وطبعا هاي الطريقة بها disadvantage لأنه يعني مثل ما تشوفون الريد تقريبا بدأ يصير أورنج وبعدين الأورنج ده يتحول إلى يلو، شوية صعوبة إنه تحديد الرقم المضبوط للـ pH. لهذا إحنا نفضل نستخدم الإلكترود الكتروميتريك ميثود الـ pH meter، يطيع الدرجة مضبوطة. لكن هذا أيضا يستخدم بس كـ disadvantage إنه less accurate than الـ pH meter. طيب the color of indicator is a function of the pH of the solution. The dissociation of acid indicator is given in simplified form as shown in this equation. هاي المعادلة جدا مهمة، معادلة الـ acidic indicator. هاي المعادلة لو نجي عليها الـ HIN هذا الرمز هو يمز لي الـ unionized form of الـ indicator، الجزء الغير متأين من الـ indicator. unionized form acid 1 اللي يكون يعطيني الـ acidic color. الـ HIN plus H2O in complete dissociation يعطيني الهيدرونيوم ايون plus الـ IN. الـ IN هو الـ ionized form of الـ indicator اللي نرمز له base 1 ويعطيني alkaline color. يعني من هاي المعادلة نعرف انه اكو جزئين للـ indicator، اكو unionized غير متأين unionized part of indicator واللي يعطيني الـ acidic color، واكو ionized part of indicator ويعطيني basic color. وهاي المعادلة مثل معادلة البفر هي incomplete dissociation، ممكن تكون shift to the right or left. طيب ال HIN مثل ما ذكرنا is an ionized form of the indicator which is give the acid color and IN is the ionized form which is produce a basic color. هاي ذكرناها. If acid is added to solution of indicator، احنا قلنا indicator like buffer. If acid added to a solution of the indicator, the hydrogen ion concentration term on the right hand side of equation is increased and the ionization is repressed by the common ion effect. The indicator is then predominant in the form of HIN, the acid color. نرجع إلى المعادلة. لو ضفت هاي المعادلة قلنا هنا الـ unionized وهنا الـ ionized form. إذا كان الاتجاه المعادلة اتجاه الـ HIN فحيعطيني الـ acid color، وإذا كان باتجاه الـ IN راح يعطيني alkaline color. هذا solution مال indicator. إذا ضفنا له acidic solution، الـ acidic solution راح يعطيني الهيدروجين ايون، فبالتالي الهيدروجين ايون يدينا إلى shift the equation to the left. إذا shift equation to the left إذا الـ HIN هو الـ predominant، فبالتالي راح يعطيني الـ acidic color وراح يظهر اللون الـ acidic of the indicator حسب موجود بال صورة، وكل indicator له acidic color مالته إلى لون خاص.
طيب if the base is added نعرف انه بنضيف قاعده نضيف قاعده قلنا راح لايبريت او اتش والاو اتش راح تتفاعل ويا الاتش 3 او اعطينا ووتر فالاتش 3 او راح يقل فبالتالي شيف ذا ايكويشن تو ذا رايت لايك بفر بالضبط فمن يصير الايكويشن شيف تو ذا رايت معناها من اللي يكون بريدومينانت البريدومينانت ايون هو الاي ان فورم اوف ذا انديكيتر اذا راح يعطيني البيسك كلر if base is added H3O is reduced by reaction of the acid with the base reaction proceed to the right yielding more ionized indicator IN and the base color is predominant now several indicator can be combined to yield so-called universal indicators just a buffer can be mixed to cover a wide pH range 1 to 12 ال universal indicator شنو تعريفه هو combined of many indicator chemical indicator ليش سوينا هاي combined حتى cover wide pH range تقريبا من 1 الى 12 ممكن انه الانديكيتر مثلا ميثل ريد او فينوفثالين مثلا 1 الى 6 1 الى 7 انا بدي شوي اكثر يعني يغطي لي بي اتش رينج ف سووا يونيفرسال انديكيتر كومبايند ماني تايب فبالتالي او ماني انديكيتر مع بعض فبالتالي حصلنا على انديكيتر يقدر لي كفر وايد بي اتش رينج مثال على الـ universal indicator is a mixture of methyl yellow, methyl red, bromothymol blue, thymol blue, and phenolphthalein indicator, which cover pH range from 1 to 11. وهنا أنا مثل ما نشوف انه القسم من الانديكيتر مالت الكفر مثلا هنا مثل اورنج من الواحد نقول للتسعة تسعة ونص المثل ريد لا اكثر تقريبا للدعش فبالتالي احنا من نسوي اليونيفرسال انديكيتر اقدر اسوي كفر الى بي اتش رينج اكبر الفينوفثالين انديكيتر هنا الستركتشر الأول في حالة الـ unionized form الـ unionized form فبالتالي الـ predominant هو الـ acidic color ومن يصير بـ ionized لا راح يعطيني الـ pink الـ basic color هذا في حالة الـ phenolphthalein indicator هسه راح نتكلم عن الـ buffer capacity هذا موضوع جدا مهم الـ buffer capacity is the magnitude of the resistance of buffer to pH change. قيمة الـ resistance of buffer to pH change. قابلية الـ buffer to resist الـ pH change. القانون مالتها الـ buffer capacity أو تسمى الـ buffer efficiency أو تسمى الـ buffer index, buffer value كلها نفس الشيء. يعني لو أقول لك الـ buffer value أو أقول buffer index, buffer efficiency, buffer capacity the same كلها نفس القانون تساوي لنا الـ change بالـ p over الـ change بالـ pH الـ change بالـ p هي small increment in gram equivalent per liter of strong base added to the buffer solution to produce a pH change of delta pH delta pH هي القراءة الأولى للـ solution قبل إضافة الـ small quantity of strong acid or base والـ pH الثانية هي بعد الإضافة يعني before and after ونقصها يعطيني change pH. In this table show the buffer capacity of solution containing equimolar amount of 0.1 molar of acetic acid and sodium acetate. هذا الجدول الـ first column moles of NaOH added second column, the pH of solution. A third column,
البفر كاباسيتي. السوليوشن الأول، أنا ما ضيفت له أي شيء، ما أضيف له أي NaOH قبل الإضافة. شفنا أو حسبنا الـ pH مالته، طلعت 4.76. بعدين ضفنا 0.01 مول of NaOH، رجعنا قرينا الـ pH، تغيرت صارت 4.85، والبفر كاباسيتي 0.11. أكو تغير بالـ pH of the buffer، لكن هو تغير طفيف، لأنه قلنا إنه البفر عنده buffer resistance، ف buffer action، فالتغير حيكون طفيف. ممكن نطلع البفر كاباسيتي. البفر كاباسيتي حسب القانون هي دلتا بي على دلتا بي اتش. الدلتا بي هي ايش قد ضفت من المول اوف ان اي او اتش، اخليه لفوق، والدلتا بي اتش هي القراءه الثانيه الكبيره ناقص القراءه الاولى، ويطلع لي البفر كاباسيتي، وهكذا مع بقيه القراءات والاضافات. من هذا التيبل راح نلاحظ انه البفر كاباسيتي راح تبدي بالاضافه مال ال NaOH، انه نفس البفر ونضيف نضيف نضيف، راح تبدي البفر كاباسيتي شويه تقل، راح تلاحظوها. ليش؟ لانه انا قلت انه البفر اكشن او القابليه انه البفر تو ريزيست تشينج بال بي اتش فقط هي سمول كوانتيتي اوف سترونج اسيد اور سترونج بيس، فكل ما ازيد الكميه راح البفر كاباسيتي راح تقل. فاخلي ملاحظه كلش مهمه ببالي، البفر كاباسيتي تكون ماكسيمم when there is no acid or base added. قبل الاضافه البفر كاباسيتي تكون ماكسيمم، كل ما نضيف راح تقل البفر كاباسيتي. ليش؟ لانه الريسيرفوار اوف ايونز اللي هي تعادل، او المخزون الايونات اللي عادل الاضافه راح يقل، فبالتالي ما راح يقدر يقاوم الاضافه. يعني احنا بنضيف اسيد ويطلع الهيدروجين ايون يزداد الكونسنتريشن مالته، راح يتفاعل ويا الاسيتيت ايون و راح يصير شفت الايكويشن تو ذا ليفت. لكن باضافه الاسيد مره على مره على مره الاسيتيت ايون راح يقل، فقابلية البفر حتى ريزيست تشينج بال بي اتش راح تقل. نوصل الى مرحلة بعد ماكو بفر كاباسيتي، فبالتالي راح نشوف زيادة واضحة بال بي اتش. طيب factors affecting on buffer capacity، هاي اللي حكيناها تقريبا بالجدول. Number one, value of the ratio salt over acid increasing as the value approaches unity. Number two, the magnitude of individual concentration of the buffer component, the buffer becoming more efficient as the salt and acid concentration increase because of a greater acid and alkaline reserve. كل ما عندي المخزون كبير كل ما أني البفر كاباسيتي مالتي عالي. Number three, depends on the amount of strong base added. With addition of more base, buffer capacity decreases rapidly. And when sufficient base is added, the acid converts completely to sodium and acetate ion. The solution is no longer act as acid reserve. معناها إنه maximum buffer capacity before any base is added. كل ما أضيف القاعدة كل ما المخزون مالتي راح يقل والبفر كاباسيتي مالتي راح تقل، وتكون ماكسيمم بفر كاباسيتي اعيد وين before any base is added. Now various buffer system have been suggested for different pharmaceutical solutions. اكو عدة انواع من البفر، بس المور كومن هو سورنسن phosphate buffer and acetate buffer. Now راح نتكلم عن ال experimental work. إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نشتغل ال part 1 of experimental work. Prepare 0.2 molar HAC acetic acid هو solution A.
وأيضاً prepare 0.2 مولار صوديوم أسيتات solution B. يعني أنا عندي acetic acid صوديوم أسيتات فهو buffer. Also prepare 0.1 مولار NaOH strong base. This is part 1. Part 2. Prepare acetate buffer solution according to the following table. Then measure the pH in each case. Solution A, mix with solution B, then complete the volume to meet mol by distilled water, وبعدين أقيس الـ pH لكل case أو لكل group. يعني مثلا أنا عندي group الأول راح يمزج 46.3 مول من solution A plus 3.7 مول of solution B. وبعدين complete the volume up to meet mol by distilled water و measure pH by pH meter and so on other group. Part 3. Measure the pH using pH meter. Put the electrode of the pH meter بعد أن نغسله بال distilled water in the buffer solution and read the pH. Take a certain volume of acetate buffer solution added تقريبا 20 مول then added 0.0004 مولار صوديوم هيدروكسيد portion 0.1 مول or 0.1 مولار to it then measure the pH and calculate buffer capacity. البفر solution وما حضرناه عن طريق ال pH meter راح ناخذ كميه منه حجم معين تقريبا 20 مول ونضيف له 0.1 مول من الصوديوم هيدروكسيد NaOH ونقرا ال pH وبعدين كالكوليت البفر كاباسيتي نطبق القانون البفر كاباسيتي تساوي change بالبي على change pH. Thank you for listening. This session is no longer being recorded. طلاب عيني احنا هسه كملنا الشرح عندكم سؤال عندكم استفسار هذا بس ممكن تعيد ممكن تعيد شلون نحسب الدلتا بي والدلتا بي اتش اوكي هسه اقول ان شاء الله الاسبوع الجاي راح نشتغل نستخدم الجهاز الـ pH meter ليش؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله راح نشتغل وراح نسوي لكم work assessment ونسوي لكم oral فأنتوا تكون جايين قارين عندكم oral work assessment وشغل الـ pH meter بس عندي كم ملاحظة بيه الجهاز أو الالكترود مالته لازم ينغسل بالماء قبل كل استخدام ما يصير انه مثلا انا هذا الجروب اشتغل انا قبل اخذه وارجع اخليه بالسوليوشن مالتي لا ما يصير لانه حتعطيني قراءه مال السوليوشن قبل اصلا القراءه حتطلع مخربطه يعني باقي لازق بيه فلازم قبل كل قراءه ينغسل وبعد كل قراءه ينغسل بالدستل ووتر اوكي البي اتش ميتر حتشوفوه بالمختبر هو مجرد انه الكترود مثل العصا تخليه بالسوليوشن مالتك قبل حتطلع لي القراءة الديجيتال يطلع لي رقم. الشغل مالتنا solution A والسوليوشن B والNaOH احنا محضرين لكم اياه، انتم بس تمزجون حسب الكميات اللي مكتوبة بالجدول. يعني تمزج كمية هالقد من solution A وهالقد من solution B طبعا تكمل الى 100 مول بالدستور ووتر يصير عندك solution مالتك. تجي تقرا بجهاز ال pH meter. طلعت لك القراءة مثلا 4. وراها نضيف ناخذ منه جزء تقريبا 20 مول او من هذا ال 100 مول ناخذ جزء 20 مول ونضيف له NaOH. NaOH هو strong base اضيفه بكميه قليله. من حضيفه ارجع اقيس ال pH طبعا اغسله والالكترود واخليه بالسوليوشن مالتي واقرا القراءه الثانيه. بعدين طلعت لي القراءه الثانيه
اطبق البفر كاباسيتي القانون مالته. شو يقول القانون مالتي؟ البفر كاباسيتي ايكوال دلتا بي على التشينج بالبي اتش. اطلع لكم اياه القانون. نطبق مباشرة على هذا القانون. الـ change بالـ B على الـ change بالـ pH. الـ change بالـ B هي المولار of البيس. إيش قد مولاريتي مالته؟ أخليها لي فوق. والـ change بالـ pH القراءة الكبيرة ناقص القراءة الصغيرة مال pH. راح تطلع لي البفر كاباسيتي. أكو سؤال ثاني؟ دكتورة؟ نعم. العفو، احنا بالواسط الأحد ما امتحنا، فهذا الأحد راح نمتحن أورال لو يعني الكوزي العادي. جماعة الأحد لا، وما هي ساعة واحدة راح تكوزون ويصير الشغل على الأسبوع الورا. ماشي دكتورة، شكرا. هلا.